السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناتي وصفات أمي الغالية. اليوم إن شاء الله بمناسبة عيد الفطر نهني الأمة الإسلامية، صح عيدكم، تقبل الله منا ومنكم العقوبة العام الجاي إن شاء الله مع كل عزيز وغالي على قلبكم. راح نشارككم اليوم إن شاء الله فطور العيد طيب شخشوخة، والشخشوخة دائما حاضرة في مناسباتنا وأفراحنا وأعيادنا، وطريقة تحضيرها تختلف من منطقة إلى منطقة، واليوم إن شاء الله راح نحضرها لكم على طريقتي. على بركة الله نبدأ في طريقة التحضير. هنا كما راكم تلاحظوا في لاكوكوت حطيت اللحم، تقدروا تحضروها باللحم ولا بالدجاج، ولا تخلطوا اللحم مع الدجاج كما تحبوا. راني حطيت بصل مفروم، استعملت زوج حبات بصل كبار، راح نضيف ثلاث حبات طماطم مفرومة، ونضيف الثوم، ونضيف زوج ملاعق كبار طماطم مصبرة، ونضيف ملعقة كبيرة هريسة، ونضيف الملح، ونضيف رأس الحانوت، ونضيف شوية فلفل أسود، ونضيف نصف ملعقة كبيرة زبدة، ونضيف زوج ملاعق كبار زيت، ونضيف ربع حشيش مقطفة ومعدنوس. هنا راح نخلط التوابل مع اللحم ونخليه يتقلى مليح. وهنا كما راكم تلاحظوا بعد ما تقلى اللحم مليح راح نمرق بماء سخون، وكما راكم تلاحظوا الماء سخون ما راحش نرميه على اللحم، لازم يكون على بالكم دائما كي تمرقوا ما ترميوش الماء سواء على اللحم ولا على الدجاج. ونغلق لاكوكوت ونخلي اللحم يطيب. وبعد ما طاب اللحم نحيته ودرت له شويه تاع الزيت ودخلته للفرن يتحمر. والمرقه تاعي راني صفيتها في الصفايه، نحب دائما نصفي المرقه سواء تاع الطعام ولا تاع الشخشوخه. كما راكم تلاحظوا راني رميت فيها الخضره، درت كامل الخضره، درت البطاطا القرعه، لفت زروديه، راح نضيف فلفل حار. المرقه تاع الشخشوخه لازم تكون حاره. راح نغلق لاكوكوت ونطيب الخضره، وعندما تطيب الخضره بهذه الطريقة المرقة تاع الشخشوخة تكون واجدة. إذا الطبق تاعي راهو واجد، زينته بالحميصة والبيض المغلي. هذه المناسبة تحبوا دائما الملمة، إن شاء الله ربي يدوم ملمتكم وربي يحفظكم كل عزيز وغالي على قلبكم. إن شاء الله تعجبكم طريقتي وتجربوها وتحبوها، واللي راح تجربها نقولها بالصحة والهنا. تهلاو في رواحتكم، في أمان الله.